السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من حصص الحكاية والوضعية التواصلية. إذن أحبتي، اليوم ستكون حكايتنا حكاية جديدة، سنحاول الاستماع إليها وفهم موضوعها، بعد ذلك نناقشها. وكذلك هناك لنا هدف في الوضعية التواصلية نتعرف عليه حينما يحل وقتها. إذن في بداية الأمر أعرض لكم مشهداً سيحدد معالم الحكاية الجديدة. إذن أحبتي، حاولوا التعرف أو تقديم اقتراحات فرضيات حول ما ستتحدث حوله الحكاية الجديدة. إذن بنظركم نشاهد. إذن ماذا لاحظتم؟ إلى ماذا توحي هذه الصورة؟ ما موضوع الصورة؟ وبالتالي ما سيكون موضوع الحكاية؟ نحاول؟ إذن فلنفترض ولنتوقع. إذن هناك، أحسنتم، هذا مكان يوحي إلى أن الحكاية ستدور أحداثها في، لاحظوا هذه البنايات، أحسنتم، في قرية. إذن حكايتنا ستكون في قرية، ربما أحسنتم. إذن هذا انطلاقا من شكل البنايات والأشجار إلى آخره. كذلك أحسنتم، لدينا أغنام، إذن أكيد أنها قرية، أحسنتم، جيد جدا أحبتي. ماذا أيضا، ماذا نلاحظ؟ أكيد هناك فقير، أحسنتم، رجل يلبس جلبابا أبيض وهو مسن، إذن ربما يكون إمام المسجد أو جد القرية. ماذا أيضا؟ أحسنتم الملاحظة، إذن لدينا طفلان يحملان محافظ، إذن يتوجهون أو هم عائدون من المدرسة، جيد جدا. وهذه الطفلة، لاحظوا، ماذا يبدو؟ يبدو أنها تكتب حروفا، أحسنتم، تكتب حروفا على التراب. هل تحمل محفظة؟ لا، إذن هي ليست مثل هؤلاء أو الأقران، ليست مثل أقرانها، إذن هي ربما عادت باكرا من المدرسة، ربما. جيد جدا، إذن أحسنتم أحبتي، هذه الصورة توحي إلى هذه الأحداث. فلنفترض الآن ماذا سيكون موضوع الحكاية؟ مثلا ربما هذه الفتاة، أحسنتم، ربما هذه الفتاة لا تود الذهاب إلى المدرسة، أو أنها في شوق إلى الذهاب إلى المدرسة، ربما. إذن ربما يكون موضوع الحكاية هذا. ماذا أيضا؟ أحسنتم، ربما هذان الطفلان سيدعوان صديقتهما للذهاب إلى المدرسة، أحسنتم، ربما سيكون موضوع الحكاية دعوة إلى المدرسة، ممكن. ماذا أيضا؟ أحسنتم، ربما سيكون موضوع الحكاية حديث بين هذا الجد وهذا الرجل، ممكن. ماذا أيضا أحبتي؟ ربما سيكون موضوع الحكاية حلم الخراف، ربما هناك حلم تحلم به إحدى الخرفان سنغوص بداخله، ربما. إذن أحبتي، إذن هذه مجموعة من الفرضيات. أيضا أحسنتم أحبتي، ربما هذه الطفلة ستلتحق بالمدرسة، أو جيد جدا أحبتي. إذن هذه مجموعة من الفرضيات سنتحقق من مدى صحتها، وتتحققون من مدى صحة توقعاتكم، هل تتناسب وموضوع الحكاية أم لا؟ إذن أحبتي، لكي نقوم بهذا العمل يجب أولا أن نستمع للحكاية ونسردها، لذلك حاولوا الإنصات وركزوا معي جيدا حتى نرى
هل كانت توقعاتنا في محلها أو أن هناك اختلاف؟ إذن أحبتي إليكم المشهد الأول. لن أنسى أبداً جمولة الفتاة الذكية والتي كان يحبها جميع أهل القرية. جمولة كانت فتاة ترعى الأغنام، وفي طريقها إلى المرعى كانت تردد أناشيد تعلمتها من أطفال كانوا يذهبون إلى مدرسة القرية. وفي الظهيرة حينما تجلس الأغنام لتستريح تحت أشجار ظليلة، كانت جمولة تأخذ عوداً وترسم في التراب حروفاً تعلمتها أو رأتها من نافذة حجرة الدراسة مكتوبة على السبورة. ذات مرة سمعها فقيه كتاب القرية تردد أناشيد وحروفا، فقصد أباها وقال له وهو غاضب: يا محمد، يجب أن تلتحق جمولة بالمدرسة. طأطأ الأب رأسه وبدأ يفكر ويتساءل: أرسل جمولة إلى المدرسة؟ لكن من سيرعى الأغنام؟ لا 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 يمكن. وبعد تفكير طويل رفع رأسه وقال: لك ما تريد يا فقيهنا. مر الليل طويلا وجمولة لم تنم من شدة شوقها إلى المدرسة. وفي الصباح الباكر ارتدت جمولة وزرة جديدة وحملت محفظتها وانطلقت مسرعة إلى المدرسة. رحب الجميع بجمولة ورحبت معناها الأستاذة رحبت الأستاذة والجميع بجمولة وأجلستها في طاولة بجانب النوافذ. ومنذ تلك اللحظة اجتهدت جمولة وحققت نتائج باهرة. إذن أحبتي، كانت هذه حكاية جمولة. نعود إلى مشهدنا. إذن أحبتي، نعود للتذكير بالتوقعات. قلنا أنه ربما هذان الطفلان العائدان أو الذاهبان إلى المدرسة قد أنهيا دوامهما وسيدعوان جمولة إلى المدرسة، دعوة إلى المدرسة، أو أن الحكاية ستدور حول حلم كان يحلم به أحد الخراف، أو أن هذه الفتاة التي تكتب حروفا على التراب في شوق للمدرسة. وقلنا أن هناك حديث بين الفقيه أو بين هذا الرجل المسن وهذا الأب حول موضوع ما. إذن توقعاتنا كان من بينها أحد صحيح. إذن ما هو حسب ما استمعتم إليه؟ أحسنتم. إذن أحسنتم أحبتي، إذن موضوع الحكاية كان هو ذهاب جمولة الطفلة الصغيرة إلى المدرسة، أو شوقها إلى الذهاب إلى المدرسة. أحسنتم أحبتي. إذن هنا يتحدد شخصيات الحكاية. إذن انطلاقا من هذا المشهد أحبتي، نحاول تذكير بشخصيات الحكاية حتى نقوم بتعدادها. إذن من شخصيات الحكاية هنا، أحسنتم، هذه الفتاة الصغيرة ما اسمها؟ جمولة. أحسنتم أحبتي، إذن جمولة هي بطلة الحكاية. من أيضا؟ على من تعرفنا في الحكاية؟ حاولوا. أحسنتم، إذن لدينا فقيه الكتاب، فقيه كتاب القرية. من أيضا؟ أحسنتم، هناك الأستاذة والتلاميذ. كذلك من؟
أبو جاجمولة، أحسنتم. إذن هذه هي الشخصيات التي وردت في هذه الحكاية. أحبتي، هذه الحكاية التي سمعناها لتونا سنعيد سردها ونحاول تذكر مواضيعها أو أفكارها. إذن تحدث تلاميذ القرية عن فتاة فقالوا: لن أنسى أبداً جاجمولة الفتاة الذكية التي كان يحبها جميع أهل القرية. جاجمولة فتاة كانت ترعى الأغنام، وفي طريقها إلى المرعى كانت تردد أناشيد تعلمتها من أطفال يذهبون إلى مدرسة القرية. وفي الظهيرة عندما تجلس الأغنام لتستريح تحت أشجار ظليلة، تأخذ جاجمولة عوداً وترسم في التراب حروفاً. ذات مرة سمعها فقيه الكتاب وهي تردد أناشيد وحروفاً، فقصد أباها وقال له غاضباً: يا محمد، يجب أن تلتحق جاجمولة بالمدرسة. طأطأ الرجل أو الأب رأسه وفكر قليلاً: أرسل جاجمولة إلى المدرسة؟ لكن من سيرعى الأغنام؟ لا لا لا، لا يمكن أن أرسلها. وبعد تفكير طويل رفع رأسه وقال: لك ما تريد يا فقيهنا. مر الليل طويلاً على جاجمولة التي لم تنم من شدة شوقها إلى المدرسة. وفي الصباح الباكر ارتدت جاجمولة وزرة جديدة وحملت محفظتها وانطلقت مسرعة إلى المدرسة. رحب الجميع بجاجمولة وأجلستها الأستاذة في طاولة بجانب النوافذ. ومنذ تلك اللحظة وجاجمولة تجتهد فحققت نتائج باهرة. إذن أحبتي، كانت هذه حكاية اليوم، حكاية تدور أحداثها حول طفلة اسمها جاجمولة. إذن أحبتي، ماذا تقترحون كعنوان لهذه الحكاية؟ نحاول كعنوان لهذه الحكاية التي سردناها، ماذا تقترحون؟ إذن أحسنتم، في القرية. إذن هذا اقتراح كعنوان، جاجمولة والخراف. أحسنتم أحبتي، ماذا أيضا؟ حاولوا، فقيه الكتاب وجاجمولة. أحسنتم، جيد جدا. ما الذي عرفه أهل القرية عن جاجمولة يا ترى؟ حاولوا، جيد جدا. إذن هي فتاة ذكية، إذن هي فتاة ذكية. إذن كعنوان ما رأيكم بي؟ أحسنتم، جاجمولة الذكية، جاجمولة الذكية، لأنها كانت ذكية. كيف عرفنا أنها ذكية؟ انطلاقا من الحكاية. أحسنتم أحبتي، لأنها تعلمت قبل دخولها إلى المدرسة. ما الذي تعلمته يا ترى؟ عن ماذا حدثتنا الحكاية؟ أحسنتم، تعلمت كتابة الحروف. لاحظوا، تكتب بشكل جيد. إذن هذا راء سين طاء ميم فاء، هي تكتب حروفا. ما الذي تعلمته أيضا؟ أحسنتم أحبتي، رائع جدا، تعلمت أناشيد كانت تنشدها وهي في طريقها إلى المرعى. أحسنتم أحبتي. إذن انطلاقا من هذه الحكاية أطرح سؤالا حتى نفهم أفكارها جيدا. من ساعد أو من اقترح عودة جاجمولة أو ذهاب أو التحاق جاجمولة إلى المدرسة؟ أعيد السؤال، من اقترح ذهاب جاجمولة إلى المدرسة؟ من فكر في التحاق جاجمولة بالمدرسة مثل أصدقائها؟ من؟ أحسنتم أحبتي، إنه فقيه الكتاب، هذا الفقيه الذي تحدث إلى والد جاجمولة
نصحه بعودة جاجمولة إلى المدرسة. أحسنتم، جيد جدا. أحبتي، حينما علمت جاجمولة بموافقة والدها بذهابها إلى المدرسة، كيف كانت؟ جيد جدا. إذا كانت مشتاقة للذهاب إلى المدرسة لأنها فتاة محبة للدراسة. مر الليل طويلا عليها ولم تنم لأنها في شوق ليحل الصباح حتى تنطلق بسرعة إلى المدرسة. جيد جدا أحبتي. إذا سؤال آخر، حينما ذهبت جاجمولة إلى المدرسة، أولا ارتدت وزرتها وأصبح مظهرها لائقا، حملت محفظتها ثم توجهت إلى المدرسة. السؤال، من رحب بجاجمولة؟ جيد، رائع أحبتي. إذن رحب الجميع بجاجمولة، الأستاذة والتلاميذ. أحبتي سؤال أخير، أين جلست جاجمولة؟ يا ترى؟ جيد جدا أحبتي، أجلستها الأستاذة في طاولة بجانب النوافذ. رائع. إذن مكان جاجمولة في القسم كان في طاولة بجانب النوافذ. رائع أحبتي. قبل أن أختم فقرة الأسئلة، كيف كانت جاجمولة بعدما باشرت أو بدأت الدراسة في المدرسة؟ كيف كانت؟ رائع، أحسنتم أحبتي. إذن هي كذلك مثلكم كانت مجتهدة، حققت نتائج باهرة وجيدة. أحسنتم أحبتي. إذن ما رأيكم أن نعيد سرد الحكاية؟ إذن نبدأ. لن أنسى جاجمولة الفتاة الذكية التي أحبها جميع أهل القرية. كانت جاجمولة ترعى الأغنام، وكانت تردد أناشيد تعلمتها من أطفال يذهبون إلى المدرسة، مدرسة القرية. وفي الظهيرة عندما تجلس الأغنام تحت أشجار ظليلة، تأخذ جاجمولة عودا وترسم حروفا تعلمتها أو رأتها من حجرة الدراسة. مكتوبة على السبورة. وذات مرة سمعها فقيه الكتاب تردد أناشيد وحروف. إذن كانت تردد أناشيدا وحروفا، فقصد الفقيه أباها وقال له غاضبا، يا محمد، يجب أن تلتحق جاجمولة بالمدرسة. طأطأ الأب رأسه وفكر قليلا ثم قال، أرسل جاجمولة إلى المدرسة؟ لكن من سيرعى الأغنام يا ترى؟ لا يمكن أن أرسلها إلى المدرسة. وبعد تفكير طويل رفع رأسه وقال، لك ما تريد يا فقيهنا. مر الليل طويلا وجاجمولة لم تنم من شدة شوقها إلى الالتحاق بالمدرسة. وفي الصباح الباكر ارتدت جاجمولة وزرة جديدة وحملت محفظتها وانطلقت مسرعة إلى المدرسة. رحب الجميع بجاجمولة وأجلستها الأستاذة في طاولة بجانب النوافذ. ومنذ تلك اللحظة جاجمولة اجتهدت فحققت نتائج باهرة. إذن هذه حكاية جاجمولة الفتاة الذكية.
آمل أحبتي أن تكونوا قد فهمتم موضوع الحكاية حتى نقوم بتدارسها في حصتنا المقبلة لنعرف عناصرها وبنيتها إلى آخره. إذن حاولوا تذكر ما تحدثنا حوله في حكاية ججمولة واستنتجوا بعضا من هذه الأمور: بنية الحكاية، عناصر الحكاية إلى آخره. إذن أمر وإياكم أحبتي الآن إلى الوضعية التواصلية. إذن هنا أطرح سؤال: أين أجلست الأستاذة ججمولة؟ جيد جدا، أجلستها في طاولة. بجانب ماذا؟ بجانب النوافذ. أحسنتم أحبتي. إذن موقع ججمولة في القسم هو هذا. إذن موقع ججمولة في القسم هو هذا مكانها. إذن جلست ججمولة في طاولة بجانب النوافذ. إذن نقول جلست بجانب النوافذ، أو نقول جلست بقرب النوافذ. إذن أحبتي موقع ججمولة في القسم هو هذا، إذن بجانب النوافذ. هنا يكون موقع ججمولة. في وضعية أخرى أحبتي، لاحظوا، أطرح سؤال وحاولوا أن تجيبوا. إذن هذا عبارة عن مكتب. أين وضعت الورقة؟ إذن لاحظوا، أين وضعت الورقة يا ترى؟ هنا. أحسنتم. إذن حاولوا الإجابة في جملة: موضع الورقة. أحسنتم، الورقة على المكتب. الورقة على المكتب. هي بقرب ماذا؟ هي بقرب ماذا؟ رائع، أحسنتم أحبتي، الورقة بقرب لوحة المفاتيح. الورقة بقرب لوحة المفاتيح. إذن الورقة بقربها أو بجانبها. إذن موقع هذه الورقة على المكتب وبقرب لوحة المفاتيح. في وضعية أخرى نحاول إيجاد شيء ما أو موقعه. لاحظوا أحبتي، هذا مطبخ. أحسنتم. إذن فلنبحث عن أشياء، ما موقعها في هذا المطبخ؟ أين وضعت؟ أسأل وتحاولون الاكتشاف. أين وضعت المكنسة اليدوية؟ أين وضعت المكنسة اليدوية؟ ابحثوا جيدا. أحسنتم، هنا. هي بجانب ماذا يا ترى؟ لاحظوا جيدا، المكنسة بجانب ماذا؟ وضعت المكنسة اليدوية بجانب، أحسنتم، بجانب الفرن. وضعت المكنسة اليدوية بجانب الفرن. إذن هذا موقع هذه المكنسة في المطبخ. وضعت المكنسة اليدوية بجانب الفرن. الآن ابحثوا عن المكنسة الكهربائية. ابحثوا عن المكنسة الكهربائية. أين هي في المطبخ؟ وجدتموها؟ رائع، إنها هنا. إذن السؤال: ما موقع المكنسة الكهربائية في المطبخ؟ ما موضع المكنسة الكهربائية في هذا المطبخ؟ في جملة ركبوا أحبتي. جيد جدا، وضعت المكنسة الكهربائية بجانب الثلاجة. أحسنتم، وضعت المكنسة الكهربائية بجانب الثلاجة. إذن موقعها أو مكانها هو بجانب الثلاجة في هذا المطبخ. المكنسة الكهربائية، نبقى هنا، وضعت بين ماذا وماذا؟ إذن مكانها جاء بين شيئين. أي؟ أكيد عرفتم. إذن بين سلة المهملات والثلاجة. المكنسة الكهربائية جاءت بين سلة المهملات والثلاجة.
إذن موقعها أو مكانها بين. إذن أحبتي، في وضعيات بالمنزل حاولوا اكتشاف مواضع أو أماكن أشياء، هل هي بقرب أو بجانب أو بين أو أمام، فوق أو على إلى آخره. إلى هنا أحبتي أكون قد أنهيت وإياكم هذه الحصة، وأستودعكم الله. السلام عليكم.